ندوز واحد الحيلة أخرى باش كنحيدو ديك الريحة ديال الأطعمة من المجمد. واخا اييه ممكن جرى كاع الحال. كناخدو داك الزيت حياتي، كنشكلو منه شي رزيمات هكايا ولا شي صريرات، كنعمرهم بالنشا. أنا كنعمرهم بالنشا مخلطة مع الملح، وكنلحهم يعني هكا مفرقين هكا في المجمد. صافي راه كينبسطو لينا دوك الروائح، ولكن مرة مرة كنعاود نبدلوهم، ندوز عليهم واحد المدة كنعاود نبدلوهم. راه كينبسطو لينا جميع دوك الروائح اللي كتكون في المجمد. بالنسبة للسيدات اللي ما عندهمش الميزان في الدار، إلا بغاو مثلا يعبروا مثلا الطحين ولا السميدة ولا الكسكسو إلى آخره، كناخدو غير داك الحك ديال المطيشة الكبير، منين نساليو منه يعني ما نرميوش، راه هو كيهز لينا نص كيلو. نخليوه دائما يكون عندنا في الدار، ابقى نعبرو به. هو صراحة واخا تيكون عندنا الميزان، بعد النوبات كن تيكون فينا اللي عبر هز بلاستيكه دير فيها الطحين. هاد الطريقة يعني تيكون عندنا داك الغرف ديالك ما عارفين انا كيهز نص كيلو، كن اي صافي كنوليو عارفين عارفين. بالنسبة الى بغينا نعبروا السوائل بحال مثلا الماء، الحليب، لاكخيم، الزيت الى اخره، كنستعملوا غير الرضاعه ديال دوك الوليدات الصغار، الرضاعه ديال الاطفال، راه حتى هي فيها العبارات مضبوطين ديال السوائل. فكرة. بالنسبه للسيدات اللي كتنفخ لهم الكعبه، المبتدئات اللي كتبع اللي كتنفخ لهم الكعبه او جميع انواع ديال الحلويات، واخا يتقبوها واخا يبيتوها، رغم داكشي راه كتنفخ وما كتبقاش في الشكل ديالها زوين. يعني المشكل فين تيكون هو ان العقده ملي تنكثروا ليها الماء، هي ملي تكثروا ليها الماء الزهر ملي كتكون جاريه هي اللي كدير لنا هذا المشكل، كتنفخ لينا الحلويات ديال اللوز وكتنفخ لينا هاد الكعبه. يعني دائما العقده ديال اللوز كنبغيو نخدموا بها يعني تكون مجموعه، تكون رطبه، يعني تجي مطاطيه كطعنا في الخدمه. وبالنسبه للسيدات، بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو ديك الكعبه تكون محمره هكا يكون اللون ديالها زوين موحد، دابا هي اللي ولات كندهنوها بالزبده نوازيت مخلطه مع الزيت. صراحه كتعطيها واحد اللون غزال. وبالنسبه للسيدات اللي كيبغيو الكعبه يعني فيها داك اللمعان يعني كتبري فعلا كتجي واحد اللون محمر زوين، ايه كندير ليها نص طيبه وكنخرجها من الفران، كنخليها حتى كتبرد وكندهنوها بياض بيضه مخلط مع واحد المعلقه كبيره ديال الزيت مع قطره مروح ديال الزهر، واحد المعلقه صغيره ديال سكر كلاصي. كنخلطوا هاد المكونات وكندهنوا بها الكعبه ديالنا صافي، وكنرجعوها نكملوا ليها الطياب على نار مهيله. راه كترجع بحال الا دهناها، صراحه كتلمع بحال الا دهناها بالنباج. ندوزو بالنسبه للسيدات اللي ما كتجيهمش ديك اللي كتجيهم ديك الغريبه ديال معلكه ديال الشكلاط، كتجيهم ناشفه. كاين اللي كيتشكاو منها سميتو، كتجيهم ناشفه يعني ما كتجيش معلكه ورطبه. كنعرفوا ان الكاكاو كينشف الحلويات، اييه فعلا. كنزيد في العجينه ديالها جوج معالق كبار ديال ياغورت ديال الشكلاط، صراحه كتجي بنينه وكتجي معلكه مزيان. جوج معلقات من ياغورت الشكلاط، اي جوج معالق ديال ياغورت الشكلاط، ما تنشفش لينا الحلوه. مزيان. بالنسبه للسيدات اللي كتهبط لهم المبتدئات تقريبا، اللي كتهبط لهم ديك لاباط ديال لي تارتوليت ولا ديال لي كيش، هنا بلا ما نديرهم بلا ما نديرو هاد بلا ما نديروها لا في المجمد وبلا ما نتقلوها بتا حاجه، انا كندير لهم واحد الطريقه. كناخد دوك القوالب فاش غنطيبوهم، فاش غنطيبو هاد لاباط ديالنا كنرشوها بشي بخاق بشويه ديال الماء يكون بارد مباشره، يعني ما ندهنوهم ما والو، مباشره كنلبسو ليها ديك لاباط ديالنا، تكون ضروري لاباط تكون بارده صافي. وكنتقبو كندخلوهم نيشان الفران، يكون سخون يعني الفران يكون ديجا سخون، وكنقصو عليه والباب تيكون محلول شويه. ملي كيطيبو راه كيبقاو لينا في الشكل ديالهم، وكيجيو مقرمشين.
وبالنسبه لواحد السير اخر باش كيبقاو لينا يعني مقرشي مده طويله ما كيرطابوش ملي كنعمروهم، يعني ملي كنعمروهم بلا كريم ولا باي حشوه، يعني باش كيبقاو لينا هذا مقرمشين. ملي كنطيبوهم قبل ما نعمروهم كنشيتوهم بواحد الطبقه خفيفه ديال الجليكوز او الشوكولاتة الابيض، كنخليهم حتى كينشفوا يعني حتى كيقصى هذاك الجليكوز ولا الشوكولات، عاد كنعمرو عاد ديك الساعه كنعمروهم، راه تيبقاو مقرمشين واخا يباتوا واخا، المهم راه تيبقاو مقرمشين. اي بالنسبه للباتاشو، بالنسبه للسيدات اللي باتاشو يعني كيجيهم هذوك لي شو هاد كتهبط، يعني دوك لي شو ما كيجيوش هذا واقفين، يعني دغيا ملي كنخرجوهم من الفران دغيا كيهبطوا. السر كنشدو ديك الطاوه فاش غنطيبوهم، كنرشوها بشويه ديال الماء يعني بشي بخاخ، وكنفرش عليها ورق ديال الطهي، وكنبوشي فوق من هذيك لاباتي ديالنا صافي، وكندخلهم للفران اللي يكون سخون صافي. منين كيطيبوا ما كنحلو عليهم ما والو، كنطفيو الفران وكنخليهم على الاقل واحد ربع ساعه، عاد كنخرجوهم راه كيجيو منفوخين وخاويين من الداخل. اييه فعلا هما كيكونوا خاويين ما كيهبطوا ما والو. المهم هادشي اللي حضرت معاك على سنة، الله يجزيك السيدات ان شاء الله.